مساء الخير عليكم متابعينا على جريدة موقع أهل مصر. نرصد لحضراتكم الكسوف الشمسي أو الكسوف القمري ولو دقيقة خلال شهر رمضان. إذن الحسابات العلمية ظنية أم قطعية؟ قطعية. نحن هذه مهمتنا، نحن كما قلنا حساباتنا قطعية ولا تحتمل خطأ ولا دقيقة واحدة، لا تحتمل. كلكم يعني شاركتم في رؤية الكسوفات الشمسية والكسوفات القمرية، لا يمكن أن يحدث خطأ ولا حتى ثانية واحدة. إذن الحسابات العلمية قطعية وليست ظنية. أما الرؤية البصرية ينتابها مشاكل كثيرة كما نرى. البصر مختلف، الأجواء مختلفة، أليس كذلك؟ سحب، ملوثات طبيعية. إذن يا دكتور في هذه الحالة بنرجع للحسابات العلمية. يا أخي أنا بتاع حسابات علمية. الذي يتخذ القرار ببداية الشهر. أنا أتكلم في القرار يا دكتور. أتكلم في القرار ليس قرار. تمام. بعض الدول أعلنت إن. طب أنا يعني فيه. ما أنت بتزقني وقت عليه، طب أنا هعمل لك إيه؟ أنا ما أعرفش والله، أنا غير متابع للحقيقة يا أخي. أنا غير متابع لوسائل الإعلام يعني. أنا رجل مهمتي علمية، أعرف الحسابات، أعرف فترة البث وزاوية الهلال وارتفاعه وما إلى ذلك وكل هذه الأشياء. يعني نحن إيه؟ نحن هذا اختصاصنا. كمل، ما هنكمل برضه معاك. نكمل ان شاء الله حبيبي. يلا بينا يا دكتور. هات التلسكوب هنا يا شباب، حاضر. هنجيبه لك انا دلوقتي. هات التلسكوب. هات واحد، هات واحد هنا. التلسكوبات والحاجات دي علشان خاطر المرصد هنا بيبقى مهمته ان هو ايه يعني تقييم للوضع ويبلغ دور الافتاء والمفتي هو اللي بيطلع يدي القرار النهائي. بالضبط. تمام. هيبقى هناك ولا نروح التلسكوب تاني؟ اللي خلص يقفل عشان يطلع بعد كده ايه تاني. يعني السادة المشاهدين احنا برضه مكملين مع بعض. طبعا رؤية هو رؤية، تعال وسع لبعض كده عشان ايه العدد كبير عشان كلنا نطلع. مستكملين مع حضراتكم رؤية شهر رمضان الكريم. انا هقف ما حدش يقرب مني شويه كده، انا مش عارفه اقول. طب تعالي اقف هنا نوصلك، احنا واقفين اقول لك وضعي. الشباب حد ياخد التلسكوب من خلاص في اخر واحد. نرصد لحضراتكم من معهد البحوث القومي استطلاع هلال شهر رمضان. يعني مثلا وقت غروب الشمس هو الذي يعني دلوقتي الساعه 5 ونص. نعم دلوقتي 5 ونص يعني خلال قد ايه عشان بس بنطلع لايف. الغروب هنا النهارده على 6:08 دقائق. اللهم لا تؤاخذني في رمضان بالعثرات وأكن فيها من الخطايا والعفوات ولا تجعلنا فيها
عرضا للبلايا والافات واشرح وامن به صدرنا بامانك يا امان الخائفين. تعال نوسع كده ثانية، لسه بدري هتطلع، ده لسه قدامنا نص ساعة، أكتر من نص ساعة. تعال نوسع كده لبعض عشان الراجل يحصل. لا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار. أسألك ألا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. معانا دكتور أمير حسين، استطلع معانا خلال شهر رمضان الكريم. طبعا على بعض الاشياء، بعض الامور الفنيه. من الخطا ان احنا ننظر بعيننا من خلال التلسكوب مباشره الى الشمس، هذا خطا علمي، لانه اي تلسكوب يتكون من عدسه شيئيه مناظره للشيء المراد رصده وعدسه عينيه. والعدسه العينيه بتكون عدسه مجمعه للطاقه، بمعنى ان عندما تكون الشمس مرتفعه عن الافق تكون الاضاءه بتاعتها قويه، والعدسه العينيه بتجمع هذه الطاقه. لو نظر الانسان بعينه مجرده الى الشمس خلال هذا التلسكوب في خطر على العين، لكن عندما تكون الشمس قريبه من الافق تكون الاضاءه بتاعتها وقوه الاضاءه ضعيفه جدا جدا، فيعني الخطر يكاد يكون غير موجود ان شاء الله. المقصد ما فيش حد من حضراتكم ينظر من خلال العدسة العينية بالتلسكوب إلى الشمس، لأن الشمس ما زالت مرتفعة، وإذا أطال النظر وحدق فيها من الممكن أن تكون الأشعة المجمعة تصيب العين أو تؤذي العين. مناسبة لاستطلاع الهلال، ومن خلال الحسابات نحن نعلم إذا كانت الهلال سيكون على يمين الشمس أو على شمال الشمس، هذه أشياء محسوبة جيدا. لو على اليمين اللي بيحصل؟ نعم، نوجه التلسكوب ناحية الزاوية التي ثانية أنا بجهز سيكون الهلال فيها موجودا. نعم. على يمين الشمس أو على شمال الشمس. طب استاذنك يا دكتور تشرح لنا كده عشان الجمهور يفهم، يعني لو هو موجود على اليمين او الشمال بالتلسكوب بالطريقه العلميه. احنا قلنا هذا التلسكوب. ايوه التلسكوب كما قلنا فيه عدسه شيئيه، هذه العدسه الشيئيه ناظره للشيء المراد رصده. وبعدين العدسه العينيه بتختلف من نوع تلسكوب الى نوع تلسكوب اخر. يعني في التلسكوب بتاع جاليليو مثلا، التلسكوب البسيط العادي يكون تيوب انبوبه كبيره كده، العدسه الشيئيه هنا والعدسه العينيه هنا.
ها، لكن ده تلسكوب نوع تاني بيبقى فيه هنا شبه مرآة عاكسة بتعكس الضوء وتسقطه على من خلال زاوية عدسة، أقصد مرآة بالزاوية 45 وبتعكسه على ايه، على هذه العينية. يبقى دي العينية دي نوع التلسكوب ده هنا هي، لكن في التلسكوب بتاع جاليليو تبقى العينية هنا عكس ايه، عكس الشيء. يبقى هنا في عدسة شيئية اهي منظرة للشيء مجرد رصده، وهنا في عدسة عينية كما قلنا تستبدل بهذه العدسة العينية في مجموعة من المرايا تعكس هذه ايه، ضوء الهلال او ضوء سقط على العدسة الشيئية تعكسه مرتين، واحد هنا عدسة هنا في عدسة اخرى هنا تعكسه على العدسة العينية دي، ونحن نرى الضوء المجمع هنا. بقولنا العدسة العينية عدسة مجمعة للطاقة. من الخطأ ان احنا لو كان التلسكوب موجه توجيها كاملا من ناحية الشمس، من الخطأ ان احنا ننظر كده الى الشمس يعني بالعين المجردة كده، لان الشمس ايه هنا مجمعة، الطاقة مجمعة فتؤذي العين. لكن عندما تكون الشمس قريبة من الافق تكون الطاقة الشمسية طاقة ضعيفة، فلن يكون هناك ضرر على العين في هذه الحالة. دكتور يعني عايزين مقارنة بسيطة بين قبل الميكروسكوب، زور الميكروسكوب والعين. هو ده التلسكوب، معلش ده التلسكوب مش ميكروسكوب. التلسكوب هو يقرب الأشياء البعيدة، أما الميكروسكوب فهو يكبر الأشياء القريبة. التلسكوب ده ايه؟ نعم التلسكوب طبعا دي استخدامات زمان زمان قبل اختراع التلسكوب كان بالرؤية العينية. بالرؤية العينية. بالرؤية العينية. بالرؤية العينية. تمام. هو قصده كده. نعم. متى تمت الرؤية العينية؟ بدأ من ايام من كل الامم السابقة، يعني من صدر الاسلام. لا حتى من قبل صدر الاسلام، يعني كل الامم السابقة والحضارات السابقة، الحضارة الصينية القديمة والحضارة المصرية والحضارة البابلية، كلهم كانوا يعني يؤرخون بالقمر. يا دكتور يعني القمر هو اقدم مؤرخ حقيقي سهل مع كل الناس. البعض من المتابعين بيقول هو يعني هم مش فاهمين، مش مستوعبين ان احنا بنعمل ايه دلوقتي. ممكن حضرتك تبدا نقول لهم ان احنا دلوقتي بدانا استطلاع غرة رمضان. نحن الان في انتظار لحظة غروب الشمس حتى نرى اذا كان هناك هلال موجود يعتد به لبداية الشهر في اليوم التالي أم لا. إن رأينا الهلال وقت غروب الشمس سوف يكون اليوم التالي هو بداية الشهر، أما إن لم نرى الهلال لأي سبب ولأي مانع من هذا اليوم التالي هو المتمم. قلنا هي الناحية دي، الناحية دي الذين نقرر بداية الشهر من عدمه، الذي يقرر بداية الشهر من عدمه هو فضيلة المفتي. أما نحن أداة علمية حاسبين علميين معنا تلسكوبات ومعنا حسابات علمية دقيقة، والقرار النهائي كما قلنا لفضيلة المفتي. كم موقع بيتم الرصد فيه وبعد كده إبلاغ؟ في 7 مواقع أساسية إن شاء الله، كل موقع من هذه المواقع فيها أحد متوزعين على حسب على الجمهورية كلها. ممكن أعرف مكانهم فين؟ من مرسى مطروح والفيوم، وهنا في حلوان وفي أسوهاج وقنا وأسوان وفي أبو سمبل. هذه كلها مواقع لرصد الهلال. أي موقع فيه يعني فيه مش أقل في حد دكتور من المعهد عندنا، وفي في الغالب يعني كل حد من الأخوة الأفاضل المشايخ تبع دار الإفتاء أو الأزهر، وأحد يعني المشايخ الموجودين في هذه المدينة تبع أي الأوقاف أو الأزهر أو دار الإفتاء. طيب. لجنة يعني، وفي تشترك معنا هيئة المساحة. هيئة المساحة هي التي تصدر نتيجة الحائط. هيئة المساحة مشتركة معنا، يعني في حقيقة الأمر المسؤول عن رؤية الهلال هم 3. ولكن الذي تحدثنا عن يوم مختلف عن الأيام اللي فاتت، أنا شايف إن في 3 أجهزة مختلفين عن بعض. لا هو التلسكوب في النهاية آلة. لكن في تلسكوب ضخم أو كبير يعني يتتبع أو يصلح لرصد الأشياء الدقيقة جدا جدا. تمام. وكلما طبعا كانت العدسة الشيئية ونوعية العدسة العينية مناسبة يكون في معامل تكبير للهلال الرفيع يعني حتى، فكلما كان التلسكوب
كبير كلما كانت قدرته على التكبير جيدة وحسنة يعني. طب اللي يمنع من رؤية الهلال خلال اللحظات القادمة يعني انت قلت لي كذا حاجة بس احنا حابين نسرد للناس المعذورات اللي بتعوق رؤية الهلال. قلنا الهلال يرى وقت غروب الشمس. قلنا هناك معوقات طبيعية ومعوقات صناعية الملوثات يعني. في ملوثات طبيعية تراب. احنا قلنا التراب اساسا الضص ده ينشأ من ايه؟ من اتجاه الريح. احنا قلنا اتجاه الريح عندنا في مصر في اغلب الدول اصلا في نصف الكره الشمالي ونصف الكره الجنوبي من خط عرض 45 من خط الاستواء لخط عرض 45 تقريبا كده ده الرياح شماليه شرقيه يعني تاتي من الشمال او الشرق واتجه ناحيه الغرب فالرياح تاخذ الاتربه من 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 هذا المكان وتلقي بها ناحيه الغرب فبالتالي دائما ابدا الغرب سيء الرؤية يعني الرؤية فيه ضعيفة وسيئة ليه؟ لأن الملوثات حتى الملوثات الطبيعية هي حركة الكرة الأرضية من الغرب إلى الشرق والحركة العكسية للرياح من الشرق إلى الغرب تكون إيه؟ تلقي بالأتربة وتلقي بالملوثات الطبيعية ناحية الغرب وبالتالي جهة الغرب تكون إيه؟ الرؤية فيها ضعيفة ولهذا نحن بقدر ما نستطيع نذهب إلى المناطق البعيدة حتى نتفادى الملوثات الصناعية لكن حتى المناطق الطبيعية المناطق الصحراوية كما قلنا يكون فيها وبها إيه ملوثات طبيعية التراب الناشئ عن حركة الرياح من الشرق إلى الغرب ده أول نوع من أنواع المعوقات كده طبعا المعوق الثاني ده المعوق الطبيعي حتى والحقيقة أكبر معوق السحب يعني ونحن نرى الآن أن هناك يعني سحب باتجاه الشرق باتجاه الغرب يعني في سحب الآن سحب متقطعة لكن هناك سحب يعني فالسحب أكبر عامل لمعوق أكبر معوق لرؤية الهلال تمام ثم يأتي بعد ذلك كما قلنا الملوثات الطبيعية الأتربة الناشئة من حركة الرياح اللي هي عكس حركة الكرة الأرضية يأتي بعد ذلك رقم ثلاثة اللي هو الملوثات الصناعية الناشئة عن ملوثات المصانع وعوادم العربات وما إلى ذلك والنشاط البشري عموما بما إن إحنا في مرصد حلوان وإحنا قريبين من يعني مساكن قريبة جدا منا هل في تأثير يعني كبير من قبل هذه الرؤيه طبعا هو اكبر مؤثر الحقيقه عوادم السيارات ومخلفات ومدخن المصانع يعني مخلفات المصانع يعني الحقيقه يعني حاليا المصانع قليله اللي هي بتطلع دخان يعني قلت عن الاول الحقيقه لكن ما زال هناك ايه ملوثات عربات يعني الدخان بتاع العربات عوادم. وما الى ذلك يعني لكن كما قلنا اكبر عائق السحب ملوثات طبيعية الملوثات الصناعية قلنا حتى لو ذهبنا إلى المناطق المفتوحة المناطق المكشوفة الواحات ومرسى مطروح والأماكن دي وما إلى ذلك المناطق البعيدة عن العمران هناك ملوثات طبيعية هناك سحب كده إذن هذه هي أكبر المعوقات التي تعوق رؤية الهلال قلنا هذه رؤية بصرية أما الرؤية العلمية هي رؤية قطعية. الرؤية العلمية قطعية. احنا قلنا كما اسلفنا الرؤية القطعية رؤية الحسابات لاننا نحسب الكسوفات الشمسية. الكسوفات القمرية بدقة متناهية. ولو جرب احد منكم علينا خطأ ولو ثانية واحدة نحن مستعدون لهذا يعني دكتور كل سنه حضرتك طيب والامه العربيه والاسلاميه بخير يا رب وربنا يجعله يعني رمضان وش خير على الجميع رمضان السنه دي هيبقى في فصل الربيع هل في نصايح ممكن حضرتك توجهها للناس في هذا الشهر والله يعني النصائح ان كل واحد يهتم بنفسه ويحاول يصطلح مع ربنا ويبعد عن المفطرات والاشياء اللي هي بتلهيه عن ذكر الله سبحانه وتعالى لان هي دي الاساس يعني الصيام طبعا كما نعلم معلومات بسيطه ومعلومات اوليه يعني الصيام مش الصيام عن الاكل والشرب يعني لا طبعا الاكل والشرب حلال اصلا يعني مش كده لكن احنا بنصوم عن كذب بنصوم عن المحرمات بنصوم عن الاشياء المفطرات
تانية يعني، يعني فالصيام ده ارتقاء وحاجة جميلة، حاجة رائعة تروق النفس. دايما في اللايف دكتور امير، نعم دايما في اللايف بيبقى في ناس بتطلع وناس بتدخل، الناس بتسأل دلوقتي عن التفاصيل في عجالة كده، تفاصيل اليوم هيبدا ازاي منذ لحظات حتى احنا الهلال. قلنا لحظه رؤيه هلال مع غروب الشمس، مع غروب الشمس ذلك اليوم. ولو كان الهلال موجودا كنا سنعرف هو على يمين الشمس او على شمال الشمس. احنا في مثل هذه الامور بنوجه التلسكوب ناحيه موقع الهلال ان كان على يمين الشمس او على شمال الشمس، وهو وارتفاع الهلال عن الافق لحظه غروب الشمس. دي لحظات العلمية اللي احنا بنعنى بها. يبقى ايه؟ نحن نقول كالآتي، وقت غروب الشمس الهلال اما انه يكون على يمين الشمس او على شمال الشمس، بكم درجة يمين كم درجة شمال وكم ان الناس بتطلع وناس تدخل تاني تحت امركم، والناس مهتمه جدا بمعرفه تحت امركم العدد المواقع اللي بيتم فيها الرصد. كمان احنا قلنا المواقع متوزعه على 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 مدار يعني على مساحه الجمهوريه كلها من الشمال الى الجنوب، يعني حتى اذا استعصت الرؤيه في مكان يعني من الممكن ان يكون المكان الاخر يصلح للرؤيه. فهذا هو المقصود من توزيع اللجان على مساحات او على اماكن مختلفه حتى تغطي المواقع المختلفه من الجمهوريه. تحدي لي سؤال ثاني؟ التلسكوب بتجهزوه ازاي لليوم ده للاستطلاع؟ احنا عندنا كميه قليله، احنا متخصصين تلسكوبات، ده عملنا الاساسي، ده تلسكوب من ضمن احكي لنا من المخزن اللي هنا بقى. لا ده طبعا احنا عندنا تلسكوبات ضخمه يعني لتتبع الاشياء الدقيقة جدا جدا زي المجرات والنجوم البعيدة وما إلى ذلك، زي تلسكوب القطامية. وعندنا تلسكوب شمس طبعا، لكن رؤية الهلال ده حاجة صغيرة وحاجة قريبة. يعني القمر ده المسافة بينه وبين القمر كام يعني؟ متوسطة يعني 384 ألف كيلو متر، تلت مليون. يعني إيه تلت مليون دي ولا أي حاجة؟ نحن المسافة بينه وبين الشمس كام؟ 150 مليون كيلو متوسطة، حاجة بسيطة خالص. ده حاجه بسيطه جدا جدا، حاجه بسيطه خالص، ده فرقة كعبه هنا. قمر ده هنا اخو، ده هو جنبينا على طول خلاص. يعني ايه 3 مليون دي؟ ده يلاقي القمر. نعم اللي نط من الصوره ده يلاقي القمر. لا بالظبط كده اللي نط من الصوره. لا طبعا احنا عارفين احباب انه القمر الارض تدور حول الشمس في مدار بيضاوي. مدار بيضاوي يعني ليه بؤرتين شكل بيضاوي زي دحاها. الدحيه اللي هي ايه؟ البيضه. طبعا اللي عارفين الدحيه دول الناس الفلاحين يعني. طبعا حضراتكم مش كلكم فلاحين يعني. الفلاحين بيقولوا الدحيه. دحيه يعني ايه؟ والارض بعد ذلك ايه؟ دحاها. يبقى الارض شكل الدحيه، شكل البيضه يعني. بيضه الدجاج. تمام كده؟ والدحيه وشكل البيضاوي ده ليه بؤرتين مركزين يعني، مش مركز. الكره هي اللي ليها مركز واحد. الشكل البيضاوي ليه بؤرتين. طيب عندما تكون الارض قريبة من الشمس بتكون 147 مليون كيلو متر. دي بنسميها الحضيض. الحضيض ما أقرب نقطة ما بين الأرض والشمس. مين يركز معي؟ أنا مركز. تركز معي؟ أسألك علمين في الآخر. طيب أبعد نقطة بين الأرض والشمس 152 مليون كيلو متر. 152 مليون كيلو متر. كويس؟ تمام. يبقى الفرق بينهم كام؟ 152 ناقص 147 يدينا 5 مليون كيلومتر، مش كده؟ طيب خلي بالك هنا في حته. الارض عندما تكون قريبه من الشمس بتكون لعلمك دي في ايه؟ يعني حوالي كده ديسمبر يعني. لما تكون ايه؟ في ديسمبر.
طيب وتكون ابعد ما يمكن في اول شهر يوليو تبدا الارض تكون ايه ابعد ما يمكن عن الشمس 152 كيلومتر في 3 4 يوليو كده تمام وبتكون اقرب ما يمكن اخر ديسمبر او 1 2 يناير كده اه فده معناه ايه بقى ان الارض عندما تكون قريبه من الشمس بتزود السرعه بتاعتها عشان تفلت من جاذبيه الشمس يبقى اللي بيعمل حركه الاتزان في مدار الكوكب قوه الطرد المركزي دوران الجرم حول نفسه بتسرع ها وبعدين الجاذبيه بتاعت الشمس ده اللي بيحفظ مدار الكوكب او الجرم السماوي في مداره كما قال الله سبحانه وتعالى وكل في فلك ايه يسبحون وكلمه يسبحون دي شفتوا السباح بيمشي ازاي في الميه حته يمين وحته شمال ليه حته يمين وحته شمال ليه يعمل توازن لا. عشان يتفادى لا 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 عشان في جاذبيه الكواكب الاخرى يعني القمر مثلا عندما وهو يدور حول الارض والارض تدور حول الشمس القمر بتاعها كده عندما تقترب من كوكب من الكواكب كهذا الكوكب له جاذبيه مش كده يسحب القمر شويه مش كده برضه الايه فيبقى يحدث ايه يحدث نوع من اليمين شمال يمين شمال زحزحه او حركه تذبذبيه كده لكن المسار العام بتاعه انه يكون برضه في مسار ايه في مسار بيضاوي مسار ايه بيضاوي مسار بيضاوي كده قلنا ولذلك نصف الكرة الجنوبي بيستلم في الصيف بتاعه طاقة شمسية أكبر من نصف الكرة الشمالي بحوالي 6.5 أو 7% ولذلك هم أسمر مننا شوية أغلبية يعني الناس اللي هم في نصف الكرة الجنوبي عندهم سمار أكثر من نصف الكرة الشمالي ليه؟ الصيف بتاعهم أسخن من الصيف بتاعنا ب 6.5% أو 7% طبعا اللي بيتحكم في اللون بتاع البشرة الجينات الوراثية لكن العوامل البيئية وأقوى عامل من العوامل البيئية الأشعة الشمسية نعم تمام كده قلنا الهلال النهاردة هيولد بعد غروب الشمس فاستحاء يعني شبه مستحيل ان هو يرى حتى يرى الهلال لابد ان يولد قبل غروب شمس ذلك اليوم يظل فترة بعد الغروب مش كده؟ وقطع اهل العلم هم اهل الحسابات يعني فلك الفيزياء تحب الفيزياء؟ طب بعدين عايزين حد يحب الفيزياء تحب الفيزياء؟ طيب مع كل الدنيا كلها فيزياء مش كده؟ مش احنا عندنا القران ده كله فيزياء مين عدت لي الصور اللي اساميها فيزياء في القران؟ ها سوره ايه؟ قمر الشمس فجر النجم الضحى والليل الليل ده الرعد صوت الرعد ده فيزياء صح ولا لا يا استاذ طيب الفيزياء دي حاجه رائعه حاجه عظيمه صح ولا لا فما بنحبش الفيزياء ده يعني مش عارف انا ايه مش عارف انا ايه ده خلاص يعني يصعب رؤيه الهلال الان هو يصعب رؤيه الهلال نعم احنا قلنا يولد الساعه 19:24 دقيقه يعني الساعه كام 7:24 والغروب الشمس النهارده هيغرب الساعه كام 6:07 دقائق احنا هنبدا من مع الغروب احنا هنستطلع بعد مع غروب الشمس الشمس تغرب يبقى احنا ايه نبدا الاستطلاع هل فيه هلال لو فيه هلال نبلغ لكن طبعا قلنا يستحيل رؤيه الهلال هذا اليوم لانه سيولد بعد غروب شمس ذلك اليوم نعم كده وقاطع اهل العلم اهل الشرع ايضا اهل العلم هنا يعني اهل الشرع وقاطع اهل الشرع بأن إذا ولد الهلال بعد غروب شمس ذلك اليوم وجاء من يقول أني رأيت الهلال ردد شهادته لأنه استحيل هذا كلام أهل الشرع يعني هل الزلازل تؤثر على رؤية الهلال رمضان؟ زلازل؟ لا طبعا لا تؤثر لا 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 هناك علاقات هناك هناك أمور أخرى يعني لكن لا تؤثر بالمعنى هناك يعني أشياء ضعيفة مؤثرات ضعيفة جدا جدا حتى عند اساسا الزلازل او الكوارث الطبيعيه ما لهاش علاقه بالقمر لا طبعا هو التاثير المباشر للقمر على الارض في المد والجزر في ايه؟ في المد والجزر اكبر تاثير للقمر على 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 يعني البشر في الارض يعني
تغير مناخي برضه ليس له وجه. لا 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 القمر ملوش دعوه بالتغير. تغيرات طفيفه جدا جدا، بس التغيرات الاساسيه اساسها المصائب كلها عاملها مين؟ عاملها ابن ادم مين؟ الانسان يعني هو اللي عامل المصائب كلها يعني. الملوث والمصانع والكربون والكلام ده كله. طبعا احنا عندنا الصيام عدد ساعات الصيام من وقت الفجر السابق يعني الى غروب الشمس. من وقت ايه؟ يعني ايه دكتور؟ احنا عندنا الفجر فجرين. النبي علمنا فجر فجرين. في فجر كان بيأذن عليه سيدنا بلال، فجر الكازي. في فجر صادق اللي كان بيأذن عليه مين؟ مين يعني؟ ابن عبد الله بن ام مكتوم. انت مش بتقراوا ليه؟ كلنا بنستفيد من حضرتك، من علم حضرتك يا دكتور. نقول تاني؟ ايه؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل. الليل اللي هو ايه؟ اول الليل والمغرب. يا دكتور بس معلومه يعني انا عايز اعرفها مش عارفها. أيوة. الفجر الصادق والفجر الكاذب. انا عايز اوقات يعني ايهما صادق وايهما كاذب. والله ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يعني. قال لا يهيدنكم الساطع المصعد يعني المرتفع عامل شكل هرم كده. النبي عرف لنا الفجر الكاذب باربع علامات. عمل ايده كده للثمانيه النبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين مصعد ها مصعد كده يعني مرتفع في السماء عامل شكل زي شكل هرم كده. اللي حضراتكم يطلع في حافات المدن او في الصحراء هيشوف الفجر الكاذب، مع انه لا يرى الفجر الكاذب كل يوم يعني. وثم وليه اسمه يا كاذب يعني؟ الكذاب مين هو الكذاب؟ اللي بيغير كلامه. الكلام مخالف للواقع وزي كده. في ضوء كذاب بيظهر وبعدين يختفي مره اخرى. يبقى الضوء الكذاب اللي هو ايه؟ الفجر الكاذب. يظهر ثم يختفي مره اخرى وبعدين ايه؟ يظهر بقى الفجر الصادق المستعرض. المستعرض لذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث في سيدنا جبريل علم النبي عليه الصلاه والسلام مواقيت الصلاه. في الاول يوم قال ايه؟ ايه؟ سطع الفجر اول مره سطع سين طاء عين. الفجر الصادق ايه؟ يكون مستعرض كده. ايه؟ يعني واضح كده. ادي معنى ايه؟ سطع سطع الفجر. يبقى ده الفجر ايه؟ قل لا يهيدنكم اذان بلال فانه يؤذن بليل. عشان يصح الناس بس. لكن ايه؟ اللي يعتد به بقى في وقت الصلاه وبدايه الصوم اللي هو ايه؟ الفجر ايه؟ الصادق. الفجر الصادق اللي هو ايه؟ مستعرض. مستطير. لكن الفجر الكاذب مستطيل مصعد في السماء. حياته كلها اساسيات. كده هنعرف عدد الساعات بقى. عدد الساعات تتغير طبعا. تعتمد كما قلنا على طول اليوم. احنا عندنا طول اليوم في طول يوم فلكي وفي طول يوم طول اليوم شرعي. طول اليوم الفلكي من الشروق من الشروق الى الغروب مش كده؟ ده النهار يعني بالاضافه الى الليل. الليل اليوم الفلك من 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 غروب الشمس الى الغروب الى شروق الشمس اليوم الثاني مش كده؟ لكن احنا عندنا في الشرع لا، ليل كامل ونهار كامل. ليل كامل ونهار كامل. حاضر حاضر. ليل كامل ونهار كامل يعني ايه؟ يعني يعني يوم الاربعاء ده هيبدا امتى؟ النهارده. لا يوم الشر يبدا من غروب من غروب هذا اليوم، من غروب يوم الثلاثاء. امال ازاي بيقولوا يوم الساعه 12 صباحا؟ ده احنا ده دول امور دول امور يبقى اليوم الاربع ده عباره عن ليل كامل يبدا من غروب الثلاث النهارده، غروب الشمس يوم الثلاث وينتهي بغروب الشمس يوم الاربعاء. ده يسمى يوم شرعي. يبقى اليوم الشرعي عباره عن ايه؟ النهار الشرعي بقى النهار الشرعي من وقت الفجر الصادق الى ايه؟ الى غروب الشمس اللي هو كل واشربه. لكن المفروض الاربع دقايق على ما هم معنى دي معنى بتظبيط للدكتور عشان بس الشمس لحد ما فيش ما فيش شمس خلاص يعني لحد الغروب. حاضر حاضر يا ريس. حاضر احنا ننتظر دلوقتي حاليا دلوقتي نحن الان في انتظار لحظه غروب الشمس. فكما نرى انه السحب
غطت الشمس يا دوب ظهر من الشمس شيء ضعيف جدا جدا. حضراتكم شايفين؟ وحضرتك برد استطلع من مشاهدينا متابعينا لايف قناه القاهره 24 لسه عزمتكم من المعهد القومي للفلكيه يعني تستطلع الان جداً حضراتكم اتكلم حضرتك يا دكتور كده وانت بتتحدث يعني الان انا اضبط التلسكوب على ما تبقى من ضوء الشمس. الشمس باهته جدا جدا لان هي ايه في ملوثات طبيعيه هي جزء من السحب الخفيفه على الافق وايضا في ملوثات هوائيه عندنا الاثنين الحقيقه وبالتالي حتى لو ان الهلال موجود تصعب رؤيته لوجود ايه الملوثات او الغمامه او السحب الخفيفه التي تمنع سحب الزمن الشمس اختفت ومع ذلك وقت الغروب ما زال يعني لسه في الغروب مش كده؟ نعم. ولذلك لو اننا نحينا العلم جانبا سناخذ بالرؤيه البصريه فقط لا غير لو واحد صايم النهارده وبعدين يعمل ايه؟ صايم الشمس الان غرب لكن هل ده غروب حقيقي؟ ده غروب كذاب مش كده؟ فليه يبقى اذا الحساب والعلم هو العلم يعني اذا ده مش وقت الغروب الفعلي لا 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 الشمس غربت بسبب ايه؟ بسبب السحب بسبب السحب والملوثات الصناعيه يعني نقدر نقول عليه غروب كاذب نعم نقدر نسميه غروب كاذب يا رب نعم هنبدا بقى كده من الاول طيب ما احنا اهو فين الشمس؟ ما فيش شمس غابت الشمس لكن كما قلنا هو غياب ايه؟ غياب غير حقيقة الشمس ما زالت فوق الافق التلسكوب يا دكتور الشمس ما زال ايه لسه ما زال في بتاع حوالي ست دقائق على الغروب الفعلي على الغروب الفعلي لكن بوجود الملوثات الطبيعيه او الغمامه او السحب الخفيفه التي تمنع الرؤيه وكذا ملوثات صناعيه يعني ايه حجبت الشمس عنا اذا ايه النتيجه بقى ان الحسابات الحساب ان حين العلم جانبا فسوف تضيع انت ايه انت مش هتشوف حاجه ايه ما فيش مش هتشوف حاجه الشمس خلاص غابت الشمس غيابا ظاهريا وليس غيابا حقيقيا حجبتها ايه السحب الخفيف لسه نعم. هي دي فترة الاستطلاع الفعلي ولا لسه نستمر كمان لحظة الغروب هي 6 و7 دقائق خلاص فاضل 3 دقائق 4 دقائق اي نعم 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 زكاة الغيوم قد غطت الشمس وإضاءة الشمس أكبر من إضاءة الهلال في هذه اللحظة بحوالي 500,000 مرة تخيلوا الرفيع الهلال ده هيروح فين وسط السحب إذا كانت إذا كان إذا كانت السحب غطت الشمس وإضاءتها أقوى للشمس عندما تكون في كبد السماء أكبر من إضاءة القمر بمليون مرة. هل في معوقات يا دكتور؟ نعم معوقات معوقات أهو نحن لا نرى شيء. الشمس غابت قبل ميعادها بسبب الملوثات بسبب السحب الخفيفة والملوثات الجويه اصلا دكتور المفروض فتره المكس يعني محدده كام دقيقه بالظبط 10 دقائق 8 دقائق لا توجد فتره مكس اليوم لان الهلال لم يولد بعد لسه لم يولد اصلا منتظر لا لم يولد اصلا وقد سبق الكلام هنا وقال اهل الشرع اذا ولد الهلال وقطع اهل الحساب بان الهلال لم يولد وجاء من يقول اني رايت الهلال رددنا شهادته لان الحسابات العلميه قطعيه والرؤية البصرية الظنية والقطعية يقدم على الظني ذلك يعني بعد ما حضرتك تخلص ننتظر طبعا قرار المفتي نعم ليعلن بداية الشهر المبارك كما سيتمم غدا أم له رأي آخر إن شاء الله نعم يا رب العالمين هنا الحقيقة عندنا في هنا هنا
اعضاء المشترك بيبلغها المصري يعني عنواننا اللي بيبلغها هنا تجمع البيانات وتبلغ المصري نعم نعم يعني السبع اماكن ممكن تكون الرؤيه فيها مختلفه لو كان هناك تشيلات فتكون فتره النصف مما لا شك فيه مختلفه فبالتالي يعني تجميع النصر مثلا اللي سمعتوها كل لجنه تقول انا رئيس ولا مره الهلال قلنا اي لجنه فيها ثلاثه منهم الواحد في مدرسه الشعب الدكتور من السنه وفي واحد واحد الاخوه من هيئه المساحه نحن المعنيون بموضوع الهلال ما بقوم بفكر لو كان الجو صحوا وكانت هناك فترة مكتهل أصلا كان من الممكن لكن قلنا أن الهلال لم يولد بعد إلى الآن هو الهلال سيولد الساعة 7:24 حتى يرى الهلال قلنا لابد أن يولد قبل غروب شمس ذلك اليوم بفترة زمنية لا تقل عن 4 ساعات ويظل فترة من الزمن بعد غروب شمس ذلك اليوم تسمح برؤيته ليس كذلك؟ نعم أجل المغرب نعم هذه اللحظة يعني اللحظة الحاسمة أو اللحظة الحرجة لاستطلاع الهلال حديثنا عن هذه اللحظة توكل على الله جهة الغرب كما نرى فيها سحب خفيفة وفيها ملوثات صناعية فتستحيل رؤية الهلال الضعيف في هذه الأثناء يعني حد من حضراتكم شايف الهلال؟ لا يا دكتور احنا مستنيين حضرتك ترد علينا تقول لنا شايف ولا لا ابو متى في نظرة أخيرة كده دكتور يمكن يعني لعل وعسل لا يمكن الأفق الأفق لا يسمح برؤية هلال الأفق هلال الغيوم الجوية غير مناسبة إطلاقا لرؤية الهلال بسبب وجود سحب خفيفة وملوثات صناعية هنا لو كان الهلال موجودا فلن يرى لكن حيث أن الهلال غير موجود أصلا فقلنا أنه سيولد 7:24 فتستحيل رؤية الهلال في هذا الوقت الأفق أمامكم مع أن هذا التلسكوب يكبر الهلال يعني أكثر من 20 مرة مثلاً يا دكتور الفصل هيكون من هنا من المرصد ولا هيكون منين؟ يعني الفصل في امر رمضان بكره ولا لا؟ فضلت المفتي كمل يا دكتور انت قلت بنشوف حسب كل التلسكوبات يعني في تلسكوب يكبر 6 مرات وفي تلسكوب يكبر 20 مره وفي تلسكوب يكبر اكثر من ذلك مش كده؟ لكن حيث ان الفيزابيلتي او مدى الرؤيه او الرؤيه شبه منعدمه ف لا تلسكوب 6 مرات ولا 20 مرة ولا 80 مرة مش هيتشاف فين؟ مش هيتشاف الا الدكتور ناصر يقول عنده اقتراح علمي ان هو هيجيب اجهزه ويحطها على التلسكوب ويفصل الملوثات دي لا والله الدكتور ناصر يعني اهلا وسهلا بتوع الفيزياء هم دول الحيتان يعني بتوع الفيزياء هم دول اللي هم يعني اجتهاد لا ده علمي اجتهاد موجه علم قطعي يعني مش مش كده وخلاص يعني طب في البلاد اللي بيبقى فيها السحب والملوثات اكتر البلاد الصناعيه الغربيه بيشوف الهلال بنفس الطريقه لا اي نعم لا الحقيقه يعني هم هناك يعني الكل يعني لا يوجد حقيقه الامر تعارض حقيقي ما بين الرؤيه البصريه والرؤيه العلميه اذا كان الجو يسمح
إذا كانت الظروف الزومية مواتية ومناسبة للرؤية البصرية فلن تختلف الرؤية البصرية عن الرؤية العلمية، لأنه في حقيقة الأمر المعادلات اللي احنا بنشتغل بيها دي ومدار القمر ومدار القمر ومدار الشمس ومدار الأرض وتقاطع المدارات الثلاث مع بعضها البعض ده تراكم علمي. وقلنا من تعريف العلم، العلم بناء تراكمي، العلم ايه؟ بناء تراكمي. يعني الأمم قاطبة من 20 قرن، يعني من قبل ميلاد الميلاد مثلا ب 3000 سنة او ما الى ذلك، كل الأمم كانت تؤرخ، وأبسط طريقة للتأريخ هو القمر. فكل الأمم القديمة وكل الأمم الحضارات القديمة، البابليين والمصريين القدماء العرب، كل الأمم كانت تؤرخ بالقمر، فكلهم كان عندهم خلفية، بعض الخلفية وبعض الحسابات العلمية حتى يستطيعوا يسهل على دكتور. في سؤال من المتابعين في التعليقات بيقول لك لو هيولد النهارده يبقى معنى ازاي؟ اذا ولد بعد غروب الشمس فلا يعتد به، قلنا لابد ان يولد قبل غروب الشمس لفتره زمنيه لا تقل عن 4 ساعات، ثم يظل فتره بكث لا يعني تسمح برؤيته بالعين لا تقل عن 8 دقائق. يعني نحن عندنا هنا يعني احنا عندنا تاريخ علمي عريض كبير. الزملاء عندنا زملاء لما كان الجو صحو من حوالي او يعني في بعض المناطق 6 اكتوبر، 2 من الدكاتره معنا هنا كان في فتره مكث 8 دقائق وراوا الهلال في مدينه 6 اكتوبر. 2 من الدكاتره معنا هنا شافوا الهلال. ليه؟ كان ساعتها مدينه 6 اكتوبر لسه مدينه بكر صغنطوطه ظريفه ما فيش فيها ملوثات، فراوا الهلال وهو ابن 8 دقائق. هو شرط وجود المرصد اصلا ان هو يكون بعيد عن اضاءه المدن، مش المرصد يعني موقع الرصد، يعني موقع الرصد الافضل انه يكون في بعيد في الصحراء، والمراصد الكبيره اصلا تكون في بعيد عن المدن. يعني مرصد القطاميه الفلكي الذي افتتح سنة 64 لا أصلا كان في أطراف القاهرة خالص كده لكن مع زحف العمران عليه نحن نفكر الآن في عمل مرصد جديد في مناطق بعيدة جدا جدا عن العمران حتى يسهل رصد الأجسام والأجرام الدقيقة المجرد جدا. مميزات التلسكوب ده عبارة عن احنا قلنا اي تلسكوب هو عباره عن عدسه تشعيعيه مناظره للشيء المركب. هنا في عدسه تشعيعيه وبعدين في عدسه عينيه زي تلسكوب جاليليو هنا مثلا، لكن احنا كما قلنا ده نوع من انواع التلسكوبات مختلفه كثيره. في هنا مرايتين، مرايه مراه ومنشور، يعني مراه بتستقبل الضوء من العدسه الشيئيه وهنا في اهو وبتعكسه على مرآة هنا أخرى، وهنا في منشور بإيه يعني وعدسات تانية بتكبر إيه بتكبر الجرم المراد رصده. بأي تلسكوب مكون من عدستين شيئية وعينية، شيئية مناظرة للشيء المراد رصده وعينية يعني ننظر إليها بالعين، أو ممكن هنا نركب كاميرات، نركب أي شيء يعني كتسجيل يعني. دلوقتي دكتور الساعة 6:13 دقيقة. الأفق قرار نهائي. لا توجد نسبة من الرؤية في الأفق، يعني الأفق. علميا نعم رمضان مش بكره علميا
فلكيا حسابيا ولا شرعيا؟ لا فلكيا حسابيا علميا فلكيا. لا فلكيا مش بكره، رمضان مش بكره فلكيا، لكن احنا قلنا شرعيا مش شرعيا. فضيله المفتي ايوه بالضبط. وانت تتلقى حاليا نقدر نقول يعني الهلال تعذر رؤيته في مرصد حلوان. ايوه بالضبط كده، الهلال تعذرت رؤيته في مرصد حلوان لوجود سحب خفيفه وملوثات جويه. وايضا الحسابات تقطع بعدم رؤيته. يعني حاليا من المتابعين بيسال حضرتك لو بكره هيبقى ايه الوضع، يعني هنتاكد بكره. لا 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 خلاص بكره المتمم. تمام بكره المتمم. بكره هيكون متمم لو لو اعلن فضيله المفتي يعني من هو متمم يعني. فخلاص بقى ما معنى الرؤيه غد كده خلاص يعني في 34؟ لا خلاص ما بكره هيكون 30 شعبان مثلا لو المفتي قال ان هو متمم، مش كده ولا ايه؟ المفتي قال ان هو مش خلاص يبقى بعد بكره. ايوه فيستحيل يعني، فليس هناك معنى علمي لرؤيه الهلال غدا، اليس كذلك؟ حاليا الوضع النهائي اللي احنا فيه اللي هو تعذر رؤيه الهلال. نعم اذا المتمم لشعبان بكره فلكيا، مش فلكيا 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 غدا. واحنا موقع رصد واحد. نعم سبعة سبعة بقيه المواقع، بقيه مواقع الرصد سوف تصب معلوماتي عند فضيله. طب هل ده متوقع ان بقيه موقع الرصد ممكن يشوفوا الهلال؟ هل ده متوقع النهارده؟ ولو متوقع احنا قلنا الهلال يولد بعد غروب الشمس. الهلال حتى الان ما اتولدش، هيتولد الساعه 7:24 دقيقه. طيب حالة ان بقية المراصد يا دكتور تمكنت من رؤية الهلال، الوضع هيبقى ايه؟ كيف تتمكن من رؤية الهلال؟ الهلال لم يولد. حضرتك لسه قايل كده ان ممكن الهلال لم يولد، لسه لم يولد، هيتولد الساعة 7:24 دقيقة. ما هيتشاف ازاي؟ ما هي الهلال يتشاف وقت المغرب. لو مخشى اليوم لو 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 ولد الهلال في وقت غروب الشمس يبقى المتمم النهارده. نعم لو ولد الهلال في وقت غروب الشمس يبقى كان المتمم النهارده لشعبان. إذن هو لم يولد. هناك حالات قطعيه لرفض الرؤيه والاتمام الشهر، منها ان يولد الهلال بعد غروب الشمس او ان يولد الهلال مع غروب الشمس. كلا الحالتين دول لابد ان يعني يكون اليوم التالي هو المتمم، لانه يستحيل رؤيه الهلال حاله النحاق الثلاث اجسام على استقامه واحده. فين ضوء الشمس اللي هيضرب في القمر وينعكس على الارض؟ يبقى لابد ان ينفك القمر من المسار ما بين الارض والشمس. طب ما معنى ان يولد الهلال الساعه 7:24 دقيقه؟ انه يستحيل رؤيته اليوم. يبقى كده المتمم غدا لشعبان حسابيا حسابيا علميا. لا يعني ولحد دلوقتي هو ما يعني لم يولد الهلال. ايوه الولد. نعم وان ولد يعني في التوقيت الحالي كان يبقى المتمم. هو برضه مش هيعتد بيه لان ده فلكيا مش شرعيا. نعم لان ده فلكيا مش شرعيا. هو برضه فلكيا برضه فلكيا هيتشاف ازاي؟ هو مش هيتشاف. احنا قلنا فلكيا حتى يرى الهلال لابد ان يكون قد ولد قبل غروب شمس ذلك اليوم بفتره زمنيه لا تقل عن 4 ساعات اللي هو احنا فيه حاليا اليوم ده. اليوم ده اللي هو سلم يولد. سلم يولد اصلا. اذا لو كان الهلال مثلا في هذا اليوم ولد مثلا، احنا الغروب عندنا مثلا الساعه 6، لو كان الهلال ولد مثلا الساعه 2 ظهرا كان من وظل فترة من المكث بعد غروب شمس ذلك اليوم، كان من الممكن أن يرى. لكن هل حدث؟ الهلال ولد أصلا؟ الهلال لم يولد. سيولد ما زال لا لا يعني ما زال الهلال لم يولد بعد. هيتولد الساعة 7:24 حاليا فترة المحاق. اللي بيأكد لنا حالة أن هو تم يعني ولد الهلال أو لم يولد. اللي بيأكد لنا بالظبط؟ عدم اللي هو دلوقتي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. نعم. احنا قلنا الرؤيه البصريه لا تختلف ولا تتعارض مع الرؤيه العلميه. سمحت الظروف الجويه. ايه ده؟ سمحت الظروف الجويه. واحنا زي ما انتم شايفين الحمد لله حضراتكم شايفين ايه الظروف الجويه ايه؟ نعم حاضر. خمسة دقائق. خلص أعزائي المشاهدين متابعين أعزائي المشاهدين طبعا موقع وجريدة أهل مصر زي ما حضراتكم شفتوا معانا بكرة هو المتمم للشهر رمضان الكريم. نحن في انتظار بيان فضيلة المفتي. نحن في انتظار فضيلة المفتي.